أعزائي طلبة الفصل الرابع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبقت الإشارة في هذا الجزء، في الجزء الأول عفوا من هذا الدرس، إلى أن التعبير عن تناسب القياسات في هذا النوع من الخرائط يتم باستعمال أساليب متنوعة. فقد أصبحت تستعمل مثلا الرسوم ثلاثية الأبعاد بالاشتغال على الحاسوب، ولكن على المستوى اليدوي لا زال هناك أسلوبان شائعان، هما التعبير عن تناسب القياسات بتغيير مساحات الرموز، والتعبير عن تناسب القياسات بتغيير أطوال وارتفاعات الرموز. هذا الجزء الثاني من الدرس سنخصصه للتطرق للأسلوب الأول. الأسلوب الأول بمعنى التعبير عن تناسب القياسات بتغيير مساحات الدوائر. هذا الجزء سيكون تطبيقيا، نتعرف من خلاله على منهجية وضع خريطة بشكل عام، ومنها خريطة باستعمال هذا النوع من التعبير البياني، وذلك عبر المراحل التالية. في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى عادة هي مرحلة البحث عن المعطيات. خلال هذه المرحلة يتم البحث عن المعطيات التي سنقوم بتمثيلها بهذا النوع من التعبير البياني، والتي يشترط فيها بالضرورة أن تكون معطيات كمية مطلقة. وهنا سنستعمل ورقة الجدول والخريطة التي وزعت عليكم، ومن لم تتوفر لديه فليستعمل فقط معطيات هذا الجدول المختصر في هذه الصفحة. المرحلة الثانية تتعلق بالمعالجة، المعالجة الإحصائية للمعطى الذي نريد تمثيله. وبالنسبة لموضوعنا فهذا المعطى المقترح هو العمود رقم 6 الخاص بعدد السكان سنة 2014 بالدار البيضاء الكبرى. تقتضي هذه المرحلة منا ما يلي: أولا أن نتذكر بعض القواعد الهندسية المتعلقة بعناصر الشكل الدائري، لأننا سنمثل السكان بدوائر متناسبة، إضافة إلى بعض القواعد الحسابية المتعلقة بكيفية إيجاد الجذور التربيعية، وهو شيء ضروري لوضع الدوائر المتناسبة. العناصر الأخرى التي تتطلبها مرحلة المعالجة وهي الواردة أمامكم تتعلق بحساب التناسب اعتمادا على الجذور التربيعية، أو اعتمادا على قيمة مرجعية، وبكيفية حساب أشعة الدوائر المتناسبة، وأيضا إعطاء توجيهات حول استعمال أداة رسم الدوائر. وسنتناول هذه الأشياء بتفصيل في حينه. المرحلة الثالثة هي مرحلة التمثيل البياني والإخراج. هذه المرحلة تتضمن خطوات رسم الصورة الكارتوغرافية في هذا النوع من الخرائط، ثم وضع الشروح لإتمام إنتاج خريطة الرموز المتناسبة القياس، وذلك بشكل يدوي وعلى الورق الشفاف. وسننهي هذا الجزء الثاني بتمرين تطبيقي تقومون بإنجازه على ضوء مكتسباتكم القبلية وما استوعبتموه من معرفة في هذا الدرس.
ملاحظة، ما دامت المعطيات متوفرة لدي فإنني سأنتقل مباشرة، سأتجاوز مرحلة البحث عن المعطيات وآخذ مرحلة معالجة، علما بأن هذه المعطيات مستقاة من الإحصاء العام للسكان والسكنة سنة 2014. أنتقل إذن مباشرة إلى مرحلة المعالجة، وفي بدايتها ينبغي التذكير كما ذكر سابقا ببعض القواعد الهندسية والحسابية حول الدائرة والجذور التربيعية. بالنسبة للقواعد الهندسية، نحتاج إلى تذكر مجموعة من العناصر البسيطة التي يتطلبها وضع شكل دائري والتي سنستخدمها في عملنا. الأمر يتعلق بمحيط الدائرة، مركز الدائرة، قطر الدائرة، شعاع الدائرة، فهذا هو مركز الدائرة، أو عفوا محيط الدائرة، أعتذر، وهذا هو مركز الدائرة. بالنسبة للقطر، هو هذا الخط المستقيم الرابط بين نقطتين على محيط الدائرة والذي يمر بمركزها. وبالنسبة للشعاع، فهو هذا الخط المستقيم أو القطعة الرابط بين مركز الدائرة بين مركز الدائرة وأي نقطة توجد على محيطها، أي أن الشعاع يساوي نصف القطر، فالقطر به شعاع. بالنسبة للقواعد الحسابية، الأمر يتعلق بمعرفة الجذور التربيعية، لأن مساحة أي شكل دائري، أي حجمه، تعبر عن عدد مطلق. ولنأخذ مثلا العدد 2645. لكي أحصل على هذه المساحة التي سأمثل بها العدد 2645، أنا في حاجة إلى البحث عن الجذر التربيعي لهذه القيمة، بمعنى البحث عن جذر هذا العدد، أي القيمة التي إن ضربناها في نفسها، أي التي إن قمنا بتربيعها نحصل على العدد 2645. أبسط لكم المسألة بعدد صغير. لو كان لدينا العدد 9، فجذره هو 3، أي القيمة التي إن ضربناها في نفسها تعطينا 9. 3 × 3 = 9. 5 هي الجذر التربيعي للرقم 25، وهذا الجذر التربيعي هو الذي سأستعمله إذن كشعاع للدائرة التي تناسب هذه القيمة التي تتوفر لدي. الجذر التربيعي يرمز له كما تعلمون هكذا، والشعاع نحصل عليه بالجذر التربيعي لبي. بي هو قيمة، R هي شعاع الدائرة، وبي هو العدد المطلق الذي نريد تمثيله بدائرة. مثلا العدد الذي ذكرت لكم 2645 شعاعه هو 51.4. الجذر التربيعي لعدد آخر ك 468542 هو 684.5. إذا بهذه الطريقة نستطيع، وكما هو مبين في هذا الجدول، نستطيع أن نحصل على كل القيم الواردة في عمود
السكان بهذا الجدول المرافق، وهي جذورها التربيعية التي وضعت في العمود الرابع كما ترون. لكن هذه الجذور المحصل عليها كما تلاحظون كبيرة. فالجذر التربيعي مثلا لسكان ألفا هو 307.4. إذا أردنا تمثيلها على شكل دائرة نراعي فيها مسألة التناسب، فإن هذه الدائرة ستكون كبيرة الحجم. وحتى إذا ما اعتبرنا أننا نقيس هذا الرقم بالمليمترات، فلن نستطيع رسم الدائرة على ورقة من الحجم العادي أي A4. فهذا الشعاع يتطلب أكثر من 6 أمتار لرسم قطر دائرته. إذن من الصعب التعامل مع الجذور التربيعية بشكلها العادي مباشرة لتوظيفها في رسوم بيانية متناسبة، ويتطلب إذن الأمر ضرورة تعديلها مع المحافظة على علاقات التناسب فيما بينها. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للرسوم البيانية الإحصائية، فكيف سيكون عليه الأمر بالنسبة للخريطة والتي تستحضر قبل وضعها البعد المجالي؟ أي وكما ورد في الدرس السابق في الجزء الأول من الدرس الجزء السابق في الفقرة المتعلقة بالشروط التي ينبغي مراعاتها عند اختيار مقياس تناسب، أرجو العودة إليها. من الشروط التي ينبغي مراعاتها عند اختيار مقياس تناسب ما يلي: أن نتفحص هيكل الخريطة لمعرفة تموضع وامتدادات التوطنات. ففي الخريطة التي بين أيدينا توجد وحدات مساحية صغيرة أو وحدات إدارية صغيرة المساحة، ومجموعة من هذه الوحدات إذا أخذنا الجدول سنجد على أن أعداد السكان بها كبيرة، أي أن دوائرها ستكون كبيرة الحجم. ينبغي أن نستحضر من الشروط التي ينبغي أن نستحضرها كذلك مقياس الخريطة. نستحضر المقياس عندما نريد وضع أشعة لأحجام الدوائر. ولذلك فإن من الضروري ألا نستعمل الجذور التربيعية بشكلها العادي، وإنما أن نستعمل التناسب باستعمال الجذور التربيعية وبالاعتماد على قيمة مرجعية. وهذا هو ما سنتعرف عليه في الفيديو الموالي.